السلام عليكم. اخيرا جانا لي خدامه توقفهم عند حدها. قالت لي اسمك جميل، قالت اسمي بيت. قالت لي بس خدامه الاولى جميله متعودين. انا قالت بيت مكتوب في الجوال. قالت لي دارين بس انها اسهل يعني انهم متعودين. قالت بيت ولا تدقوا على السفير الفلبيني ترى عندي رقمه. هذا شيء. الشيء الثاني يوم الجمعه اوف. ترى بنفي سابك. قالت جمعة أوف تبون ولا أرجع الحين؟ ترى اللي أول الشرطة آخر نور بالفلبيني. ما أدري كانت بنت رئيس وزراء. زبدنا قالت يوم الجمعة أنا ماني مداومة من أول يوم عشان إذا عندكم سالفة خلوني أمشي. تبي صدق والله إنها صدق يعني لا غدا ما بضعيفات. طاحت لها في ناس شافوها قاعدة تقهوى قالت روحي نظفي مواصيل حق الخزان اللي في السطح. نظفتها روحي نظف المواسير حق الخزان اللي في بيت اختي جوال نفسه ولا في الشارع. لا تقعد فاضي ابد حمودي ولد 3 سنوات. سوهاتي جيبي لي مويه حليله بس ذا الحمودي لين زباله لو المويه ما يروح يجيبها يحب ذا الافلام كرتون. ادميه عندها ام واخت وابو وعندها عيال نفسكم. 2000 ريال ترى بنتكم لو تعطونها 10,000 والله ما تسوي اللي تسويه. صلحي قهوة وصلحي الغداء وصلحي شاي وغيري هوبات الفرد اللي برا. وإذا جت الساعة تقول ودايم تثاوبت تكفى ما سوي وش سوت بس؟ غسلت المطعم والحمام وتتثاوب وتثاوب. أنت بنت تسوي تصلح كيك. دقيتوا على الجيران الله يا كيك على سارة ما شاء الله. تلقى لهم قاعد عند التلفزيون وتصايح من الصبح للليل ورا تصايح عليها ما تقهرني ما تفهم ما تفهم. 13,000 طلب في الدقيقة. اللي تحت على اليمين روحي انت وريها. واذا كسرت شيخ صبت عليها اشتغلي انت ولا تكسري شيء. خل نشوف. ايش